ده الوضع يا جماعة. فهون محلات كلها قافلة زي ما انتوا شايفين، حتى المحلات اللي فاتحة بتفتح محلات صغيرة جدا، محلات اللي هي صغيرة كده. لو رحت سألت على أي حاجة دلوقتي هتلاقيها على الأقل 4 أضعاف تمنها. فاحنا والله يا جماعة مش عارفين نعمل ايه بجد في الوضع اللي احنا فيه. كل اللي احنا طالبينه منكم ادعولنا ان ربنا يعدي على خير. زي ما انتوا شايفين الناس كلها ماشية بماسكات، والناس كلها خايفة، والوضع مع مرعب بجد. كل المقاييس بقى مرعب، الكباري، الأنفاق، كل حاجة مقفولة زي ما انتوا شايفين. شايفين النفق ده اللي بينزل يعدي حتة تانية اسمها ووتشان، ده مقفول. احنا اصحابنا اللي في الجنب التاني احنا منعرفش نقابلهم ولا نشوفهم اساسا. الكباري نفس الحوار، كلها مقفولة، مفيش تاكسيات، مفيش أي حاجة. أنا واحد من الناس عايش في حتة اسمها هانكو، أقرب سوبر ماركت بالنسبة لي محطتين مترو، فعشان أروح لازم حضراتكم أروح ماشي وأرجع ماشي عشان أشتري احتياجاتي وحاجتي. وأنا أكيد مش هقعد بالجوع واحتياجاتنا وحاجتنا مش اللي هو الأكل بتاع البني آدمين. دي عربية ماشية اهي بالصدفة، ويعلم هيبقى اخره فين. يعني احتياجاتك وحاجتك الاكل وكده يا عالم هتلاقي ولا مش هتلاقي، ولو لقيت بتلاقي السعر كام برضو، دي حاجة تخوف. يعني انا واحد من الناس عشان اشتري كيلو بصل اول امبارح بيقول لي 25 رمبي، يعني حوالي 55 جنيه مصري كيلو بصل. طبعا احنا قاعدين من غير شغل، فاكيد يعني الناس مش هتتبع لنا قبضنا واحنا قاعدين، لان الحوار مش مشكلة شركة، دي مشكلة بلد كاملة. دلوقتي احنا ملناش قبض، ملناش اي حاجة، فبنصرف من جيبنا. نتمنى ان الوضع ده ينتهي. تعاودكم معانا.